السلام عليكم، جيت نديرو اليوم وصفة الميرفي. راح نشوفو الطريقة تاع العجينة الكريمة والفوندو. بو لا بات سي اون بات فويتي، ديت ارطا الفارينة وزدتلو 10 غرامات ملح وشوية سكر، مغرفة خل وزوج مغرفات زيت، درتهم كانت كوبات لي كي درت الزيت. ديرو زوج مغرفات زيت في ارطا الفارينة وطموه بالماء. بيان سور كوم حندير تاع الفارينه، راح القرطه تاع الماكارين تاع التوريق راح نقسمها على زوج، تسمى ندي غير 250 غرام ماكارين التوريق. نطمو لاباط كونطريه ما يابسه ما جاريه، يابسه كي دخلي لها الماكارين تقعد تحلي فيها في الفارينه راح تولي تشقق، ولا كانت جاريه تقعد تلصق ويخرج منها الماكارين، تسمى لازم يكون القوام تاعها حاكمة روحها مليحة. ندركوها غير شوية هكا، غير قسمة يعني كشغل تولي اون بات اوموجين فوالا، ونخليوها تريح. قد ما خليتيها معليش، يعني مينيموم 10 مينوت ربع ساعة، هادي يعطولها لا تيتخومب. من بعد ندخلولها المارغارين تاع الفويتاج، قلنا 250 غرام لا باريزيان مليحة، كاين اون مارك تانيك وسمها مليحة هاكا وسمها مليحة وكاين وصالحة اللي نعرفوها كامل. بعد ما ريحت جيت نحل لاباط، ما تكتروش الفارينة بزاف باش ما تنشفوش لاباط. نقطع المارغارين تاع الفويتاج في الوسط، انا ما نسكرفتهاش، نقطعها مرات كي يكون عندي الوقت نحكمها نديرها في دون ان كاري ولا ان زي بلوك ولا، وندير هذاك المارغارين نحلها كامل بالحليوه، راح تجي ان كاري هكا كبير اللي نحطوه في الوسط. سينو كيما دوك انا يعني شويه مغاوله قطعتها ديريكت، نغلقو عليها مليح ونعاودو نحلوها. مع الاول كي بديتي تحلي غير بالعقل ضغطي بالحليول باش ما تنحل، باش ما تخرجكش منه من لا مارغارين. البنات بعض الوصفات راني درت لكم ديجا في القناه من قبل، كيما الميرفي دايرته ديجا من قبل، مي كوم لا كايتي ديماج كانت عيانه وما كنتش نهضر في لي فيديو، تما غير مكتوبين لا بلي بار اونتر فو، قالوا لي بلي ما عندناش الوقت نقعدوا نقراو، باسكو مرات يحطوا تليفونات يسمعوا، شغل ما يحبوش يقراو، ما يحبوش لي فيديو اللي يكونوا مكتوبين. فوالا سي بو سا راح تلقاو بعد لي فيديو معاودين. هنايا كنت درت تور دوبلي وتور سامبل كيما شفتو، خليتها تريح 10 دقائق، راح نعاود ندير لها تور دوبلي اي تور سامبل. تور دوبلي تطوي اليسار واليمين تجيبوهم للوسط، ومن بعد تحطي جهة فوق خطها، هذا هو تور دوبلي. تور سامبل لا لا، تجيبي اليمين وتزيدي فوق اليسار. فوالا البنات هنايا راني كملت لاباط فيتي كيما راكم تشوفوا، قلنا تور دوبلي تور سامبل تور دوبلي تور سامبل، والراحه ما بيناتهم. هنايا نجي نستعملها ديريكت، ياك راح نقسمها نوريكم التوراق كيفاش جا من الداخل. لازم تكون عجين ماكارين عجين ماكارين باش تاكدوا بلي لاباط فيتي تاعكم ناجحه. انا هادي راح ندير بها قلت لكم الميجفاي اللي سقساوني اسكو تخدمي بها المملحات، وي نخدم بها كلش مملحات ولي سكري صالي سكري. هاولي كيفاش جات هايلة ومورقة. نروحو نديرو لا كريم باتيسيير نسبقو فيها باش تبرد. راح نسحق بيضة وصفار باسكو هداك لو بلون راح نخليه للفوندون، راح ندير 6 مغارف كبار سكر
اسكو على حنيرة الحليب، زدت 6 مغارف مايزينا، لا كريم باتيسيير اللي تندار في الميلفوي لازم تجي تقيله باش ما تشمخناش الفويتاج ويقعد ويولي طري تروح له قرمشه، هذيك لازم تكون تقيله. زدت لافاني وراح ندفي ريت الحليب، ندفيها شويه ونكمل نخلط هادوك اللي هو البيض والمايزينا والسكر. حبيتي ديريها كو سيترون زيدي لاغوم، لو كريم بروسيسير زيدي لها لاغوم. ما عندكش لاغوم وعندك لا كريم او سيترون تقدري تزيدي لها شويه. هنايا يعني نخلط باش ما يجوش فيها لي غومو، نفرغ عليها الحليب هذاك ونعاود نردها تعقد فوق النار، ما تحبسوش من التخلط باش ما تشدلكمش من تحت. انا كي راح نطفي راح نزيد لها شويه لافاني، لافاني دو بريفيرونس جو ليكيد خير من اون بودر، ونزيد لها قلت لكم غير فيها زبده باش ما تشققش باش تقعد كريموز. شعلت لها وراح نخليها تختار وتبقبق على خاطرها وانا نخلط. كي نطيبها ونخليها تبرد راح نروح نوجد لي فوي. البنات انا الفوندو كنت نشريه، كنت نشري ماما داك الوقت كان 10000 15000 باطا، وتجيب باطا صغيره وانا لا بلي بار دي طون دي سنيوه تسمى مي في الحكمة اللي نديرو بزاف. وجدت لاكخام البنات هنايا راح نغطيها ببلاستيك غذائي ولا بابي فين ونخليها تبرد، ومن بعد نجي نكملو لي زيتاب كيف كيف. بعد ما حليت لاباط فويتي رقيقة انا كنت قسمتها على 3 وحليت باسكو راح ندير 3 طبقات، نحط لها على حساب سنيوة ماشي دوكا راح نقطع الحواف، راح من بعد ما نجي فيني راح نقطع بالكوتوسي ولا بالمنشار كامل الحواف باش يجي مفيني. نتقبها مليح ونخليها تطيب في فوق سخون، تخافوا طلع لكم بزاف تقدروا ديروا فوقها سنيوة ولا تقبوها مليح، هادو هما طيبوها من الجهتين تخي بيان، لازم يكونوا طيبين مليح باش يجيكم مورقين ويجيكم قرمشين. فوالا لا كريم باتيسيير بعد ما بردت تعمرت في لابوشادوي، وراح نعمر الطبقه الاولى لا كريم باتيسيير ونزيد الدوزيام ونزيد نحط فوقها الطبقة الثالثة اللي فوقها راح يجي الفوندو. البنات اللي فاهم ماشي تخليهم يطيبوا حتى ينحرقوا باسكو راح يجيو مرين شوية حميمرين، يعني ما محروقين ما خضر. نزيد الدوزيام ونغطي بالطبقة الثالثة طلبة تويتي. نجيبو سنيمة نحطوها فوق هاد الطبقات باش يجينا سطح مستوي ويتلاصقوا فيما بعضهم.
فوالا نجو نوجدو الفوندون. قبل ما نوجد الفوندون راح نقطع الشوكولا ونخليها تذوب، باسكو لو كان نكب الفوندون فوق الميلفاي ونكون ما وجدتش هذيك الشوكولا اللي ندير بها الزيكزاك راح يجمد، وكي نجي نديرها من الفوق راح تجي ماشي شبه. هنايا نسحقو بياض بيضة ياك، نزيدو شوية جو سيترون ونص فنجان تاع حليب ولا ما ومغير فيها زيت. هنايا درت نص فنجان تاع ما، ولا عندكم حليب ديرو حليب، انا كان خلاص لي، وشوية زيت مغرفة هكداك، ونبداو نطمو فيه بالسكر غلاس حتى يجيكم فوندون تقيل. يعني شوفوا ماشي تقيل تاع اللي ما يمشيكمش، وماشي خفيف اللي يقعد يطيح لكم من لي كوتي. نكملو نوجدو الفوندون. هي كي تجي تشوفك شغل طالية ياك، يعني مي بون. شوفو ديروها من الفوق هكذا، تحبو ديرو شوكولا بلون هاي تقدرو ديرو شوكولا بلون حيجي بنين كتر. نطليها كامل على السطح تاع الميلفاي وندير الزيكزاك لي بوجيتابل، ديرو زيكزاك بشوكولا وجوز وموز باش نشكلو هاد الديكور تاع تاع الميفاي. فوالا كي ينشف كي ينشف راني حا نقطع الحواف، دير تورتو دوك انايا في الفريجيدار. هنا كان شف شويه بديت نقطع بالمنشار كوتوسي بلا عقل. هنا شوفوا فريمون يعني ما كانش بارد مليح، هنا كي جيت غير انا تقلقت عاود ترديته عاود ترديته هنايا حتى زاد برد مليح باش قطعت. فوالا بنات وصلنا لفان تاع الفيديو، الى عجبتكم الفيديو خلوا لي لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.